لا ما بدوخش دلوقتي، ما بقيتش بدوخ، بس زمان كنت بدوخ جدا يعني. اهلا، واضح انا افنان، اسمي افنان شاهر، عندي 25 سنه، خلصت لسانس حقوق جامعه عين شمس، وبدرس مسرح من وانا في سنه اولى جامعه في مسرح الجامعه، اوكي. وبقيت مهتمه بالتمثيل بس لحد ما اتعلمت رقصه المولويه الصوفيه بفضل روايه قواعد العشق الاربعون. دي روايه احنا عملناها مسرحيه وعندنا في الجامعه، وراحت مهرجانات كتير. والروايه دي بتحكي عن المريد او الدرويش اللي قابل مولانا جلال الدين الرومي، وازاي هم عملوا الرقصه دي علشان تبقى هدف للتقرب من ربنا ودعوه للحب والسلام. الروايه دي بيتطلب ان انا اكون بعرف ارقص مولويه. خدنا وقت كتير جدا جدا في التدريب، وكنا بنتعب وبنقع وبندوخ وحاجات كتير قوي. ده كله كان علشان خاطر العرض يطلع بيرفكت يعني، او احسن حاجه. بس الموضوع بعد كده راح بيا في حته انا تانيه، ان انا ادمنتها جدا، وكانت اول حاجه ادمنها بعد التمثيل. لا ما بدوخش دلوقتي، ما بقتش بدوخ، بس زمان كنت بدوخ جدا يعني، كنت بدوخ وبقع وبرجع وتفاصيل كده كتير يعني، مش لطيفه خالص. هي الفكره بس ان انت لازم تكسر الدوخه، لازم تبقى بتلف بشكل مستمر يوميا لمده مينيموم 3 شهور يعني. في الاول كنت ببص كده على صباعي وانا عامله كده، فما كنتش بدوخ. عجبني في الرقصه دي حاجات كتير قوي، اهمها ان انا ببقى حاسه ان انا مفيش فاصل ما بيني وما بين ربنا، مش مركزه مع الناس اللي موجوده حواليا، مش مركزه في المشاكل، مش مركزه في ايه اللي بيحصل سواء حواليا دلوقتي او في حياتي كلها. لا هي مش مجرد رقصة، هي رقصة بس هي مش مجرد رقصة، أنا مقتنعة إن هي عبادة. هو أي بنت بتبقى رايحة عشان تشتغل وعشان تجتهد وتوصل لهدفها، ما أعتقدش يعني إن هي بتقابل مشاكل طالما بتتعامل مع ناس يعني أصحاء نفسياً، خصوصاً إن المجال ده بالذات الناس فيه اللي موجوده جمال قوي يعني. ما اعتقدش ان حد ممكن يتضايق منهم خالص، ولا على مستوى الشغل ولا على مستوى الحياه، ولا بنت ولا ولد. ده تقريبا تاني سبب بيخليني مكمله في الموضوع ده جدا، حتى لو هو حقيقي مجهود كبير. قد ايه الناس بتبقى مبسوطه، وقد ايه انت بتحس انك سبب في وصول طاقة عظيمة وهالة روحانية يعني، فوشوشهم لوحدها بتبسطك.